ما تعنت العلاقات القائمة بين تشاد والمملكة المتحدة والسبل لتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الحيوية للشعبين التشادي والبريطاني كان موضوع هذا اللقاء بين السفير التشادي لجمهورية النيجر عبد الله عبد الكريم أبو والسفيرة البريطانية لدى النيجر كاثرين إنجل. بالإضافة إلى ذلك ناقش الدبلوماسيان مسألة تدفق اللاجئين السودانيين إلى شرق البلاد جراء الصراع الدائر الآن في السودان والذي نجم عنه لجوء أكثر من 90,000 لاجئ سوداني. كما استقبل السفير عبد الله عبد الكريم أبو من قبل السفير الفرنسي بالنيجر سيلفين إيتي، وذلك في زيارة ودية سمحت هذه الزيارة الودية للدبلوماسيين التشادي والفرنسي بتبادل وجهات النظر حول تقوية روابط الصداقة القائمة بين تشاد وفرنسا. تطرق السفيران أيضا إلى سبل تعزيز التعاون بين البلدين بخاصة في منطقة الساحل، وفي ذلك فقد رحب السفير التشادي بالجهود والدور الفعال لرئيس جمهورية فرنسا إيمانويل ماكرون في استقرار تشاد، كما أكد الرجلان رغبتهما الصادقة لأجل العمل المتبادل لصالح البلدين.